هنطلع دلوقتي لتقرير شركة معمار الأشراف، وعلى مدار أكتر من 43 سنة كان ليها دور كبير جدا في التنمية العمرانية في المدن الجديدة زي القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور. وبمناسبة إطلاق أحدث مشاريعها في قلب مدينة العبور وهو كومباوند ريفل، أقامت حفلة كبيرة جدا جدا أحياها النجم الكبير تامر حسني، وحضروا العديد من رجال الأعمال والسياسة. الحفل كمان كان من تنظيم سترايك ميديا. أنا بحب الشركة دي قوي، فنشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. زي ما احنا اتكلمنا النهارده، شركه عمرها في السوق التطوير العقاري 43 سنه، واحنا الجيل الثالث في اداره الشركه. الخبرات المتراكمه اللي اكتسبناها من الوالد واكثر من 200 مشروع طورناهم في 8 مدن من اول العاشر من رمضان و6 اكتوبر، كنا اول الناس اللي دخلنا المدن العمرانيه الجديده واشتغلنا في مناطق وسط البلد والقاهره التاريخيه والقاهره الفاطميه مرورا بمدينه نصر، ودخلنا القاهره الجديده اكثر من 182 مشروع سكني كلهم او معظمهم تم تسليم وحداتهم للعملاء، اكتر من 2000 عميل محفظه عملاء معمار الاشراف. دي كلها ارقام مهمه جدا، عصاره خبرتنا كلها حطيناها في مشروع بتاعنا ريفيل، اكبر واكتر كومباوند صحي سمارت موجود في مدينه العبور بالكامل. ان شاء الله يبقى نقله للمدينه ويبقى طفره للمدينه بشكل كبير الفتره الجايه. احنا شغالين بقوه في مدينه العبور الجديده، احد المدن الرائده من مدن الجيل الرابع، واحنا شايفين ان الحته او شرق القاهره العبور بالعبور الجديده هو ده الاكستنشن الصحي الكبير اللي الدوله ضخت فيه استثمارات كبيره. وزي ما قلت انت النهارده في مدينه العبور بتتكلم في 1071 فدان، فهي اللي بتصدر الاكسجين النقي لشرق القاهره كله، وبالتالي استثماراتنا بتتوسع ناحيه العبور الجديده العاصمه الاداريه. احنا عندنا اكتر من مشروع في مدينه القاهره الجديده، ده مش يعني مش جديد علينا. احنا عندنا مولات تجاريه وعندنا كومباوند موجود في مدينه القاهره الجديده، بس احنا في الاخر لما اخترنا مدينه العبور اخترنا مدينه العبور لتميزها وتميز الكومباوند. اللوكيشن ده لن يتكرر، ده اميز لوكيشن في مدينه العبور. هي خلاصه الخبره دي ان احنا في الاخر بنقدم ايه للعميل. احنا في معمار الأشراف من أول ما ابتدينا الوالد وبعد كده إحنا الجيل الثالث للشركة، إحنا بنقدم منتج عقاري مختلف يليق بكل عميل عايز يستثمر أو يشتري في شركة معمار الأشراف. فده هو ده اللي بيميزنا عن باقي الشركات، وهو ده اللي الحمد لله مخلينا مستمرين لأكثر من 43 سنة في مجال التطوير العقاري. بالنسبة لمشروع ريفيل، إحنا الحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا إن إحنا نختار أميز قطعة أرض في مدينة العبور. المشروع على المحور الرئيسي على طول، المشروع على ربوة عالية، المشروع على مساحة 17 فدان بيتكون من مول تجاري بواجهة 300 متر على المحور المركزي، وده واجهة ومشروع ضخم جدا مش موجود في أي شركة من الشركات اللي اشتغلت في العبور. احنا عندنا المشروع بتاعنا يتكون من 760 وحدة سكنية، ان شاء الله نطرحهم على 3 مراحل. فالحمد لله المشروع متميز كلوكيشن وكمساحات. ريفيل كومباوند احنا بنتكلم ان هو على اعلى ربوة موجودة في العبور، فده بيديك حاجتين: open spaces، احنا عندنا تقريبا منسوب الارضي في منسوب الدور الثالث في المشروعات المجاوره اللي ما بيننا، فده بيديك اوبن سبيسز ان انت تكون كاشف المدينه كلها، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت الهواء يكون نقي. المشروع ايلاند 4 نواصي على المحور الرئيسي اللي موجود في العبور، 16 فدان 24 عماره. الفاسيلتيز اللي عندنا الحقيقه من اقوى الفاسيلتيز اللي موجوده، ان العميل ياخد فعلا منتج مختلف ويكون سمارت مواكب للاحداث اللي موجوده دلوقتي، ان هو مواكب للعصر اللي احنا عايشين فيه احنا دلوقتي. فلازم ان انت لما تيجي تقدم منتج عقاري فعلا تقدم للعميل ميزه مختلفه زياده عن اي حاجه ثانيه. يعني بحضور الفنان الكبير تامر حسني، الحقيقه العدد فاق كل التوقعات، والتنظيم كان على اعلى مستوى هو والتامين، ف الحقيقة مجهود كبير من شركة سترايك ميديا.